ازيكم يا عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون الفيديو التاني من سلسلة من الصفر، والفيديو بتاع النهارده هنشرح فيه الكروت واهم التفاصيل اللي تجيبها وهنطبقها معاكم. انا مش هطبقها معاكم في الفيديو دوت، بس هنطبقها في انا بعد كده كل ما يعمل كارت هوريه لكم اذا عملته الكلام ده كله. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا الكروت هي من اساسيات بناء اكونت قوي، يعني لو معاك كروت قويه فهتقدر تعمل اكونت قوي جدا في اللعبه. اهم الكروت بقى المجانيه، مش هنروح للكروت البريميوم لان الكروت البريميوم صعب شويه انك تجيبها. لما تجمع مثلا 600 بتاع التوكن، هتجمع 600 توكن فتقدر تجيب كارت بريميوم. انا معايا دلوقتي لسه ما جمعتش، حتى مش معايا الا 2 من التوكن لان ما معيش حد العب فيه في الجي بي ار او الجوينت بوس ريد، فمعيش حد، معيش الشخصيات اللي العب بيها. لو جينا في اول واحده اللي هي الكارت ده، عندك كارت لوكي من افضل الكروت المجانيه وسهل انك ترفعها. اقول لكم ليه الكارت ده قوي جدا ومن افضل الكروت انك تهتم بيه. لو جينا بصينا هنا في اول خيار اول بيزك اتاك انكريز، فهنا بيزود كل الهجمات الاساسيه، يعني لو الشخصيه بتضرب هجوم فيزيائي او هجوم طاقه فبيزود الهجوم بتاعها بالنسبه طبعا على حسب الرانك. هنا لو الرانك 7 بيكون النسبه 11%. كول داون ديوريشن او انخفاض المهاره، انخفاض المهاره ده اللي هو يعني مثلا لو السكيل ده، لو انت الكول داون ديوريشن ده او انخفاض المهاره ده عندك 50% والسكيل ده مثلا بتاخد لها 12 ثانيه، فلما يكون معاك ال 50% فهتقدر تفتح السكيلايه بعد 6 ثواني بس، فده المقصود بالكول داون ديوريشن. لو جينا برده على الخيارات الموجوده في الكارت ده، الخيارات العشوائيه او الراندوم اوبشن، لو جينا لما ترفعه 3 نجوم ففي عندك اجنور ديفنس. الاجنور ديفنس مهم جدا يا جدعان، اللي هو اختراق الدفاع، من اهم الخيارات اللي تجيبها في الكارت ده. عندك الدوج، عندك الدوج اللي هو المراوغه، عندك الماكس اتش بي، الماكس اتش بي اللي هو الطاقه او انك ترفع صحه الشخصيه اللي بتلعب بيها، كريتيكال دامج او الخطر الحاسم. برده الثلاث اول اربع خيارات دول مهمين جدا انك تجيبهم في الكارت ده. لو طلع لك اجنور ديفنس هيكون كويس جدا وتخليه على كده. لو ما طلع، لو طلع لك مثلا اجنور ديفنس والباقي كله ريزيست زي كده، كولد ريزيست او لايتنج ريزيست والكلام ده كله، احنا عارفين الكلام ده كله بيطلع. فانت لو معاك اجنور ديفنس هنا والباقي كله وحش، لا غير الكارت تاني، يعني اعمل له رول او كومباين او دمج. يعني لو جينا بقى في الاربع نجوم فعندك اتاك سبيد وبس، او اللي هي بتاعت 20% ديت انكريز اوف فيزيكال اتاك، يا الخيار ده يا الخيار بتاع اتاك سبيد. الاثنين دول كويسين جدا وحاول تجيبهم برده في الكارت ده. لما ترفع الكارت 5 نجوم فعندك الريكفر ريت، مش مهم جدا انك تطلعه، عندك الانكريز والبيزك البيزك ديفنس انكريز ملوش لازمه اصلا. فالخيار بتاع 5 نجوم مفيش اي حاجه ليه فيها، ملوش لازمه اساسا الخيار ده، الخيارات اللي هنا كلها ملهاش لازمه. فانت عندك كده خيار هنا ملوش اي 30 لازمه في الكارت. لو جينا على الست نجوم بقى، فانت عندك هنا فيزيكال اتاك ده المهم جدا، والانرجي اتاك وكريتيكال ريت. فيزيكال اتاك وانرجي اتاك وكريتيكال ريت دول اهم 3 خيارات موجودين في الكارت، حاول تطلع حاجه منهم. عندك النجمه الخامسه لو طلع لك اي حاجه منهم مش مهم، عندك النجمه الرابعه يا اتاك سبيد يا الكلام اللي بالاخضر ده اللي هو 20% انكريس وفيزيكال اتاك، او لما يكون معاك 3 نجوم بقى اجنور ديفنس دوج ماكس اتش بي كريتيكال دامج. هنهتم بالشخص بالحاجات اللي هتزود التفاصيل الشخصيه، هنهتم بالاجنور ديفنس او كريتيكال دامج، دي الحاجات اللي هي هتزود لك تفاصيل الشخصيه. جينا هنا في الست نجوم فيزيكال اتاك وانرجي اتاك وكريتيكال ريت، الثلاثه دول مهمين جدا وهيزودوا لك تفاصيل للشخصيه برده، بس ده اهم كارت بردك حاول تطلعه وترفعه 6 نجوم. انا رفعت 6 نجوم بس لسه ما ظبطتوش، يعني انا طالع لي ماكس اتش بي الباقي مش حلو. فانا هنا اهتم برده ان اجيب كروت تانية 6 نجوم وادمجها معاه. يعني مثلا لما تيجي على الكارت كده هتلاقي الخيارات وحشه زي هنا كده، ما عنديش الا الكويس بس اللي فيه اللي هو الماكس اتش بي والباقي كله وحش. هتيجي دايس على كومباين هنا كده وتختار كارت 6 نجوم ما تكونش محتاجه وتعمل له دمج او كومباين عشان تغير الخيارات اللي تحت دي كلها. هندخل برضو على الكارت التاني الكويس في الكروت المجانيه، ستار لورد. ستار لورد كويس جدا في اجنور ديفنس وكريتيكال ريت. لو جينا مثلا على الاجنور ديفنس اختراق دفاعه وكريتيكال ريت اللي هو الترتيب الحاسم، الحاجات دي بتتزود في التفاصيل، فانت مهم انك تزود الحاجات دي في التفاصيل معاك. عندك لما ترفعه 3 نجوم في فيزيكال اتاك دوج ماكس اتش بي، هنهتم بالفيزيكال اتاك والباقي نسيبه حاليا. الدوج انت مش معاك غضب، لو معاك غضب حاول تجيب الدوج برضه، بس انت ما تجيش على اساس الهجوم، فانت الفيزيكال اتاك هيكون كويس جدا معاك. لو طلع لك فيزيكال اتاك ما تغيرش على كده، اتاك سبيد والباقي كله وحش. يعني معاك هنا في الاتاك سبيد بس اللي تطلعه، يعني هنا فيزيكال اتاك وبعد كده اتاك سبيد 5 نجوم مفيش حاجه فيه كويسه، فالخيار ده برده ملوش اي 30 لازمه. انرجي اتاك او انكريز والبيزك اتاك او كريتيكال دامج، عندك اول 3 خيارات اللي هو الانرجي اتاك والبيزك اتاك انكريز وكريتيكال دامج، الثلاث خيارات دول كويسين جدا وحاول تجيب حاجه منهم. هنرجع برده الخيارات دي كانت كويس، فيزيكال اتاك تجيبه بعد كده الاتاك سبيد بعد كده الانكريز والبيزك، دي ملهاش اي 30 لازمه في الخيارات دي، ملوش اي 30 لازمه. الست نجوم انرجي
اتاك او البيزك اتاك انكريس او كريتيكال دامج، حاجه من الثلاثه دول تجيبهم في الكارت دوت واضمن لك الكارت ده يكون قوي جدا معاك. الكارت ده فضلت استخدمه لمده لفتره طويله جدا يعني في الاكونت بتاعي الاساسي، فالكارت الصراحه كان قوي جدا معايا، كنت رافعه تقريبا كواليتي 5 او 6 تقريبا. حياه النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. اما تضحك حتى يجي لي اما تضحك يا اخي حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. طب لما ما لما لما ينفعش حد حد هتجيب لنا سكر. فلا الكارت ده يستاهل جدا انك ترفعه. هندخل على الكارت اللي بعديه وهو كارت جروك كريتيكال دامج واجنور ديفنس. الكارت ده برضو كويس جدا وتقدر تستخدمه معاك في الكروت الاساسيه بتاعتك، بس لازم تظبط الخيارات الاساسيه اللي هي الراندوم اوبشن دي، تظبط الخيارات العشوائيه. هي صعبة جدا انك تظبطها اساسا، فاحنا لو جينا في اول 3 نجوم فعندك كريتيكال دامج كريتيكال ريت انرجي اتاك كريتيكال ريت، حاول تجيب في انرجي اتاك او كريتيكال ريت، الاثنين دول كويسين جدا في الكارت ده. بعد كده عندك اللي هي النجم الرابع، عندك الاتاك سبيد والكول داون ديوريشن، حاجه من الاثنين دول تجيبهم، كول داون ديوريشن او الاتاك سبيد. وانا من رايي تجيب كول داون ديوريشن في الكارت علشان ترفع تنزل وقت المهاره بتاع الشخصيه اللي هو يفتح السكيلات بتاعته، تحاول تقلل وقت اللي بيفتح في السكيلات عندك. عندك لما ترفع 5 نجوم برضو ملهوش اي 30 لازمه. عندك بقى النجمه السادسه دوج او البيزك اتاك انكريز او فيزيكال اتاك. من رايي تجيب البيزك اتاك انكريز علشان تزود كل الهجمات اللي موجوده عندك في الكروت، والخيار ده يكون كويس جدا معاك. عندنا الكارت بتاع سيفل وور بتاع الكارت دوت اللي قدامكم دوت، الكارت ده برضو قوي جدا على فكره يا جدعان. انا برضو كنت بستخدم الكارت دوت في الكروت الاساسيه بتاعتي، كنت ظبطه وكان الخيارات بتاعته كويسه جدا. هنا عندك الانكريز والبيزك اتاك، فهنا زياده كل الهجوم الاساسي وفيزيكال ديفنس. الفيزيكال ديفنس مش مهم معانا، فاحنا مهم معانا اللي هو الهجوم الاساسي. لو جينا دخلنا على التفاصيل اللي تحت، فعندك فيزيكال اتاك وعندك دوج وعندك ماكس اتش بي. هنختار الفيزيكال اتاك، وطبعا الخيارات هتظهر لك عشوائي، بس انا بقول لك على الخيارات اللي لازم تكون موجوده معاك في الكروت بتاعتك. وهنا اتاك سبيد كول داون ديوريشن، فهنا عندك الاهم كول داون ديوريشن. عندك لما ترفعه 5 نجوم مفيش حاجه فيه مهمه الا الكريتيكال دامج، حاول تجيب الكريتيكال دامج في الخمس نجوم. 6 نجوم لانرجي اتاك اجنور ديفنس كريتيكال ريت، حاول تجيب انرجي اتاك او اجنور ديفنس او كريتيكال ريت، الباقي مش مهم. قلنا الكارت ده قوي جدا، ولو طلع لك حاول تحطه في التشكيله بتاعتك. التفاصيل اللي فيه اجنور ديفنس ريكفر ريت اول بيزك ديفنس انكريز وانرجي اتاك. انرجي اتاك او اجنور ديفنس، حاجه من الاثنين دول وتحطهم في ويطلع لك في العشوائي ده. لما ترفع 4 نجوم اتاك سبيد بس هو المهم في الخيارات دي كلها. 5 نجوم فيزيكال كريتيكال ريت بس هو المهم، وعندك فيزيكال اتاك او كول داون ديوريشن، حاجه من الاثنين دول تختارهم في الكارت ده. عندك كارت سولو، الكارت ده قوي جدا يا جدعان برضه. عندك انرجي اتاك واجنور ديفنس. لو جينا هنا في كول داون ديوريشن والبيزك ديفنس انكريز فيزيكال اتاك، يا كول داون ديوريشن يا فيزيكال اتاك، حاجه من الاثنين دول تختارهم في التشكيله بتاعه الكروت بتاعتك. وترفع الكارت 4 نجوم فعندك اتاك سبيد كريتيكال ريت، حاجه من الاثنين دول برضه تختارهم في الكارت بتاعك. لما ترفعه 5 نجوم عندك كريتيكال دامج هو المهم تختاره في الشخص في الكارت دوت. 6 نجوم البيزك اتاك انكريس او كل الهجوم الاساسي، فالكارت برضه هيكون قوي جدا معاك، لان معاك في الخيار الاساسي انرجي اتاك او طاقه هجوم ومعاه اجنور ديفنس. فكده معانا كارتين برضه اقوياء جدا. لو جينا نشوف مثلا كارت تاني، لو جينا خلنا على الكارت دوت، الكارت ده برضه قوي جدا لو طلع لك حاول ترفعه. عندك في الخيار الاساسي فيزيكال اتاك وماكس اتش بي. الخيارات الاساسيه بتاعته الخيارات العشوائيه بتاعته كول داون ديوريشن انخفاض مهاره، ده مهم جدا برضه تطلعه، واتاك سبيد برضه مهم جدا انك تطلعه في الكارت دوت. 5 نجوم اجنور ديفنس كريتيكال ريت انرجي اتاك، اهم 3 خيارات موجودين في الكارت وتخليك ثابت عليهم، حاجه من الثلاثه دولت بتثبت عليهم. 6 نجوم بيزك اتاك انكريز او كريتيكال دامج، حاجه من الاثنين دول برضو تختارهم في الكارت دوت. ده برضو كويس جدا بس محتاج صبر عشان يطلع. كارت جوين بول، والكارت ده برضو قوي جدا يا جدعان، وينطبق عليه الكلام بتاع الخيارات العشوائيه اللي فيه. حاول تجيب خيارات عشوائيه وتبعد عن اي ريزيست او مقاومه، وتبعد عن اي فيزيكال ديفنس او انرجي ديفنس، وتبعد عن موفمنت سبيد سرعه الحركه، وتبعد برضو عن البيزك ديفنس. عندك برضو في كروت تانية قوية جدا، عندك الكارت بتاع الاكس مان فيزيكال اتاك وموفمنت سبيد. اللي هنستفاد منه الفيزيكال اتاك وباقي الخيارات الخيارات العشوائيه موجوده هنا. عندك الكارت دوت، الكارت ده برضو قوي بتاع بيشوب، البيزك اتاك انكريز ودوج.
الكارت ده قوي جدا، ولو طلع لك حاول تحطه في الكروت بتاعتك، هو كده كده كارت مجاني فهتلاقيه معاك على طول يعني. ولما اخلص الكروت دي بقى يعني لما اخلص كارت لوكي دوت هبقى اوريه لكم في فيديو بعد كده، يعني مثلا كل مثلا ما اعمل كارت مثلا فهوري لكم الكارت ده وصل لحد فين. زي ما قلت الكروت اللي انا قلت عليها دي كروت قويه جدا ليك لو انت لسه مبتدئ، لو انت معدي المرحله بتاعت ان انت لسه مبتدئ ديت عندك كروت كويسة فاهتم بالكروت البريميوم وما تهتمش بالكروت المجانية ديت حاليا، لكن احنا لسه في الاول فمش هنجيب كروت بريميوم وهنبدأ بكروت عادية جدا. وبس، وده كان كل حاجة في الفيديو بتاع النهاردة، فما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.